تعال نشوف عندنا السلطة هنعملها ازاي. عندنا رز بسمتي بجيبه بسلقه يعني سلق عادي جدا في خل وميه، يعني بحط شويه خل وميه سخنه وابدا ان انا اسلقه، فبيطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه مفلفل. الميه تكون كتير عشان ما يبقاش معجن. عدس بجبه بسلقه، بصل اخضر، لا تمام، عندنا بصل اخضر وعندي بقدونس مفروم، عندي فلفل الوان، وعندي طماطم، عندي فاصوليا حمراء، وعندي تونه زي اللي قدام حضرتك ديت، تونه قطع. وبعد كده عندي ايه بقى؟ عندي هنا الدريسنج بتاعها، عندي عصير ليمون ومستردة، خل بلسمك. للتقديم بقى يا عمو جمل حاطط هنا شويه من الخس، الورق الخس اللي قدام حضراتكم ده اهو، عشان هقدم فيها الحاجه بتاعتنا. احط عندي هنا الرز بتاعنا الابيض اللي احنا سلقناه، احط عندي العدس بجبه مسلوق، بصل اخضر، فلفل الوان بجيبه، الاصفر والاحمر والاخضر هقطعهم برضو مكعبات، طماطم بجيبها وبنقطعها، اجيب عندي الفاصوليا الحمراء وببدا ان انا اخد الكلام ده كله ونقلبه. التونه اخر حاجه خالص بنبدا ان احنا نضيفها عليها من فوق. اخر حاجه خالص بنبدا نضيفها زي ما اتفقنا هي التونه. هجيب عندي معلقه مستردة، تمام، حطها، خلي بلسمك، عصير ليمونه، نقوم جايب عندي شويه من زيت الزيتون ضايفينهم، على السلطه بتاعتنا نقوم ضايفينها هنا اهي. نقلب عندنا السلطه ديت ونقوم واخدينها حاطينها فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بنص الخس كده البلدي. نقوم جايب عندي التونه القطع وحطينا كده من فوق، كل حد بنبدأ نعمل لكم أكلات صحية بسيطة سهلة والله، ما في نفس الوقت ما تبقاش فيها تعقيدات كتير ولا أي حاجة. لو عايزة تحط شوية بقدونس مفرومين ممكن نحطهم على السلطة بتاعتنا.